وجوه من الجالية برنامج تلفزيوني يسلط الأضواء على شخصيات اغترابية تركت بصمتها على صفحات غربتنا. ويسرنا أن نلتقي في هذه الحلقة رجل الأعمال المعروف الأستاذ شوقي صلاح المرعبي. أستاذ شوقي، أهلا وسهلا بك في مجلة وتلفزيون وراديو الغربة. أهلا وسهلا بك وبتلفزيون الغربي وراديو الغربي. أستاذ شوقي، هل لك أن تعرف المشاهدين في كافة أنحاء العالم من هو شوقي صلاح المرعبي ومتى جاء إلى أستراليا؟ شوقي صلاح المرعبي رجل مثل أي رجال، إجا من لبنان طبعا بظروف الحرب. كنا عم ندرس بالجامعة ولكن ما حالفنا الحظ، لكن لأنه الحرب طلعت على الأراضي اللبنانية كلياتها، فاضطرنا مثل المغتربين اللبنانيين وصلنا على أستراليا بآخر 76. أنت درست هندسة مش هيك؟ أيوة درست هندسة. أيوة. شفت شو واجهتك، شو صعوبات في أستراليا أول ما جيت؟ طبعاً لا، كواحد جاي من حرب وظروف يعني كانت قاسية علينا، بتعرف تقريباً لبنان كان دمر كلياً. طبعاً وصلنا على البلد مثل أولاً لغة ما بنعرف إنجليزي، ثانياً يعني المعيشة وما بنعرف شيء نتصرف نروح نجي، ولكن الحمد لله يعني مرقت على خير. كيف يعني تشرح لنا عن مكتبك وعملك؟ أصلاً اجتني الفرصة اني اشتغل بشركة عقارية، شركة ضخمة اسمها الجي هوكا بال78، وابتدينا كموظف ودرست خلصت تعليمي، وبال1990 اشتريت المكتب. انا يعني على المكتب يعني من 1990 لحد الان انا بادارتي انا وملئ الاله مكتب سي اي بي، مكتب ماركة اسمها بالترجمة العربية لها الشركة التجارية الصناعية للعقارات. يعني وهذا معنى السي اي لا ما لا الله يخليك ما دخلنا بس يعني بس هذا المعنى الترجمي لها، السي اي معناتها الشركة الصناعية التجارية للعقارات. من المعروف انت من عائلة عريقة ببيت المرعبي وبعكار، كيف تشرح لنا عن بيت المرعبي وعن عائلة عكار ويعني انه من عملة لبنان عائلتكم؟ يعني هلا نحن كل الناس خير وبركة. طبعا اليوم الانسان ما باسمه، طبعا احنا من عائلة يعني جيد الحمد لله وصيتنا منيح، ولكن بالوقت نفسه كل الناس طيبة، دائما الانسان بعمله ما باسمه. فأنا كنت يعني انا فخور من الوقت ما جيت وفخور من يعني من العائلة اللي جيت منها، بالوقت نفسه يعني سابرت واجتهدت لحتى كونت نفسي بنفسي. حتى اخوتك كمان درسوا محامي؟ طبعا في عندي اخي محامي وفي عندي اخي الثاني رجل اعمال وفي مدير شركه مشروبات سوفت درينك وشوكليت، يعني كلنا الحمد لله بوظائف يعني. وبالنسبه لاولادك كمان كانوا جامعيين؟ اولادي انا كان هدفي اولا لانه انا خسرت كان هدفي انه نتعلم، وظروف الحرب ما خلتني اكمل، ولكن حطيت عوضت باولادي الحمد لله وكلهم كانوا انا فخور فيهم. عندي بنت الكبيره تخرجت من الجامعه، وبنتي الثانيه تخرجت من الجامعه، وابني تخرج من الجامعه، وان شاء الله في الرابع على الطريق ان شاء الله. الله يخليك. استاذ شوقي، من المعروف انك انت رشحت الانتخابات النيابيه
بتعيد تكرر انه للمره الثانيه. انا اولا ترشحت البلد تصحيحا لكلمه ترشحت على الانتخابات البلديه في منطقه اوبز سنه 99 مضبوط، وانتخب 2006 ترشحت على الانتخابات النيابيه ب 2006. يعني عندك طموح؟ ما المشكلة، أنا الهدف من أنا ترشيحي ما الهدف، هدف سياسي أو هدف أني لأركض ولا مركز، أنا هدفي بس لحتى لي أوصل للحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي أنه في شعب لبناني حي بإمكان يثبت وجوده بهالمنطقة من العالم، وهذا كان هدفي الأكثر والأقل. لكن إذا كان لو سأبدي النجاح طبعا يعتبر بونس لي، ولكن الحمد لله أثبتت أنه عملت وجبت أصوات، يعني بالنسبة مقارنة بين الأحزاب الكبيرة إجيني أصوات والحمد لله، ولكن ما بعتبر بهيدي الكرة لأنه بس عملية هدف تشجيع أبناء الجيل اللبناني أنه يترشحوا. كيف بتوفق بين عملك وعملك التجاري وعملك السياسي؟ مع هلا أنا أول شيء عملي التجاري أهم لأنه بقدر أقدم خدمات أكثر وعندي مجال أكثر لأني اتصال مع الجيل العربي. الهدف السياسي صار يعني يصير سنوي كان بالنسبة لي. طيب بالنسبة للشخصيات السياسية اللي قابلتها وأثرت فيك، من الشخصيات تقريبا؟ عم تحكي على استراليا ولا عم تحكي على استراليا او بالدول العربية؟ لا تكون صريح معك، تقريبا الوقت الحاضر الاشياء السياسية بالوضع العربي يعني شيء يؤسف له، ما فيني اعطي. بس بالاول العربية اثرت فيك مين؟ لكون صريح معك، الرئيس الوحيد يلي اصلا تأثرت بافكار، ما بافكار ولكن بشخصيته كرجل امن ببلده وامن بالعرب وامن بكل الناس، هو الرئيس القائد جمال عبد الناصر الله يرحمه. كنت مسافر على لبنان. ايوه. كيف وجدت الوضع بلبنان؟ لكون صريح معك، لبنان هلا في شعب حي، يعني شعب بامكانه يعيش، شعب بامكانه يامن لنفسه وجود، ولكن اكون صريح معك الطبقه السياسيه في لبنان ما عم تساعده وخليه يقف على اجره. بقى الخلاف السياسي صار كل فئه من الناس بتنتمي لافكار خارجيه واقليميه، لذلك بتلاقي الوضع اللبناني بيتأرجع. بالرغم فائده وكله حبيت لبنان وبحب لبنان لانه بلدي وهذا جيت منه، وفي اشياء حلوه بلبنان الواحد ما بيقدر يستغني عنها. كيف بتشوف الحاله الاقتصاديه بالبناء العقارات باستراليا؟ هلا بالوقت الحاضر في ركود بالوضع العقارات لانه الايكونومي شوي مأثرة بالنسبه، وخاصه مربوطه بالحالات المشاكل العالميه بحب امريكا وباوروبا، لذلك وضعنا متاثر بهالوضع هذا، ولكن في نوع من الركود بالنسبه للعقارات. في شيء عمل قمت فيه وانا ندمت انه عملته، يعني على قاعده تقي شر من احسنت اليه؟ هلا في هذه أشياء كثيرة، ولكن إذا الإنسان كل ما بده يفكر بشغلي بالأشياء يعني المأساوية اللي حصلت له والأشياء اللي ندم عليها بضل ما بعود بيقدر ينجح بحياته، لذلك الأشياء اللي أخطأت فيها يمكن ندمت عليها ولكن حطيتها ورا ظهري ولكن مستمر أنا باللعب، دائما عندي أمل ببكرة. يعني على مثل ما يقول الشاعر: ومن تهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لو أتت للوراء ترجع تشتغل نفس الشيء نفس العمل هذا بالعقارات؟ لا. شو بتختار؟ هندسي. كان حبي للهندسي من وقت من عشقي للهندسي وانا صغير. شو نصيحتك للي بيشتغل بالعقارات؟ نصيحتي يعني الدكتور يشتغل بالعقارات يكون يلا او بده يشتري او نصيحتي للي بيشتغل يكون مثلا يعرف حاله كيف بده يختار، ياخذ وقته، يحاول يتكلم مع البنوك، يحاول يشوف اي ارخص لانه البنوك في منافسات بينها بالنسبه للفائده والخدمات، يحاول يتصل بعده البنوك، وكمان ما يحاول لكمان في بروكرز يلي بيحبوا بيشتغلوا مثل موظفين للبنوك، يحاول ينتبه منهم لانه في منهم ما عندهم المؤهلات عم يعملوا شيء، بس بدهم يعملوا ياخذوا مصاري املاك ام فلوس الناس، لذلك يحاولوا يكونوا حذرين بتصرفاتهم ويحاولوا يأمنوا. ولكن اليوم بتمنى دائما العقار بعتبره هو الاستثمار الوحيد المضمون للناس، هلا في عالم بتستثمر بالاسهم، في عالم بتستثمر باشياء ثانيه، ولكن اهم استثمار بالنسبه للمضمون للمستقبل هو استثمار العقارات، لذلك بنصح كل واحد بالجيل العربي يكون عنده عقار للمستقبل. بتفكر تعود على لبنان على طول يعني عودة دائمة ولا؟ أتمنى من كل قلبي أن أعود على لبنان، ولكن مثل ما قلت لك لما بيصير في نوع بعنا بلبنان وخاصة من الطبقة السياسية احترام وللوجود الإنسان بلبنان أكيد برجع. شو تحب تقول كلمة أخيرة
الأجيال العربية بخصوص عملك واختصاصك في العقارات ونصيحتك وتوجيهاتك عبر التلفزيون ومجلة راديو الغربي. أنا هلا مثل ما قلت لك صار لي 34 سنة أنا بشتغل بالعقارات، هذا الشغلة الوحيدة اللي أنا اشتغلت فيها من وقت وصلت لهلا. بتمنى انه بالنسبه للجهات العربيه انه تحاول تكون كيف بدي اقول لك تامن طبعا مستقبلها، وثاني شيء تحترم القانون وتعمل بالنسبه واجباتها ضمن القانون الاسترالي، ما يحاول يكسر القانون لحتى يحصل على مصلحه شخصيه، خليها تكون مصلحه لاله ومصلحه للجهه العربيه بصوره عامه، ويثبتوا وجودهم ويشتغلوا ويتعبوا ويثابروا على اساس ينجو جيل صالح وعربي مشان يثبت لاستراليا وللشعوب الثانيه وللجاليات الثانيه الثانيه الموجوده باستراليا انه نحن شعب حي بحق لنا نعيش وعندنا جداره، يعني يكون عندنا جداره نحتمل ونكون فخورين باللي عم نؤمن فيه تجاه نفسنا وتجاه الجاليات الاخرى. بشكرك جزيل الشكر استاذ شوقي صالح المرعبي على هذا اللقاء. اعزائي المشاهدين استودعكم الله على امل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج وجوه من الجالية. فإلى اللقاء وأهلا وسهلا.